نتضامن مع شعب السويدة، مع شعب الدرعة، مع شعب الشام، مع شعب الساحل، مع شعب سوريا كلياته. احنا طلعنا شعب واحد، احنا طلعنا شعب واحد ضد الطاغية بشار الاسد، ضد الطاغية بشار الاسد. بشار الاسد هو اللي شتت الشعب، هو قطع اوصاله، هو اللي وصل سوريا لمصالحها. بشار الاسد عميل، عميل للامريكان، عميل للصهيوني، وعميل للروس، وعميل للايرانيين، عميل. بشار الاسد يلعن روح بشار الاسد، يلعن روح بشار. يعيش الشعب العربي السوري، يعيش الشعب العربي السوري، يعيش الشعب العربي السوري بكل طوائفه. كل شعب السوري كليته واحد. نحن جايين اليوم من مسافات بعيده بس مشان نطيح مع اهل السويده، مع الحمص، مع اهل الشام، مع اهل درعا، مع اهل الدير، مع الرقة، مع كل محافظات سوريا، مع خرطوم، مع اللاتفي. هو خياط قال عم بخيط لنجعب، اتهموه محبوس حبسينه مين ما بعرف. ناس بيقولوا لي مات، ناس بيقولوا لي عايش. وهلا عندي وقت كلهم من هون ولادي، عندي 3 اولاد بدي عم ربيهم. هذا الطن بيركي الحمد لله. بدي الله هيك ينصر هالشعب هذا ونبرك نعيش بحريه، ما بالفزع، ما بالجوع، ما بالظلم.